بالي من بالي. كما تشاهدون اليوم آلاف من أبناء الديوانية الأبطال، أبناء الديوانية الغيارة الحقيقيين خلص باستثناء ذيول واتباع إيران وأمريكا اللي أساساً هم أساس الخراب. اليوم أبناء الديوانية خرجوا بكل طاقاتهم. مطالبنا هي تجسيد للمطالب الأولية اللي طلبناها، اللي هي أولاً رئيس وزراء مستقل يكون من رحم التظاهرات. مطالبنا انه مفوضيه انتخابات حقه. مطالبنا انه حل البرلمان. اليوم السلطه بيد الشعب، اليوم احنا اصحاب القرار. لذلك اليوم هذه التظاهرات اللي قاعد تشاهدوها ما هي الا جزء بسيط من تظاهرات مستمره، مستمرين بالتصعيد لحين تحقيق مطالبنا. اما الاصوات اللي اتهمت الناس انه مدعومين من امريكا، احنا عراقيين اسراء، احنا عراقيين خلص، ما عندنا غير العراق، العراق اولا وكل المسميات بغض النظر عن الانتماءات. لذلك احنا نقول خلينا نوحد الصفوف، خلينا نكون عراقيين حقيقيين، نطالب بحقوقنا المشروعه، مظاهراتنا سلميه خارجه عن اي تصعيد يمس بحياه المواطن. اليوم احنا مستمرين ونبقى مستمرين والتصعيد قادم ان شاء الله. رسالتنا كل اللي يشوه بهاي التظاهرات ويقول هاي التظاهرات مدفوعه، اليوم نقول لهم احنا عراقيين يجمعنا هذا الوطن، ما ننتمي لاي جهه معينه، احنا عراقيين حقيقيين، عراقيين لانتمائنا لبلدنا. ما رسمناه باول 1/10 واليوم 10/1 هي امتداد ل 1/10، تراحم لكل شهدائنا ومسيرتهم اللي ضحاها، واحنا مستمرين تظاهراتنا. الرحمة والخلود لكل الشهداء، وألف ألف تحية لكل الصامدين الأبطال. يعني الفرحة اليوم ما تنوصف بوجود هذول الجماهير كلها اللي من الشباب وأهل الديوانية الطالعة. خلوا ببالكم إحنا هاي الطلعة مالتنا ما تبين ولا يعني توضح يعني شيء بسيط من جانب الحقيقة اللي الكل طالع. الشعب العراقي مهما حاول شخص إنه يعتم أو مجموعة يعني ناس إنه يعتمون على حقيقة إنه الشعب رايد التغيير، طالعين رايدين وطن، ما راح ننسى هذا الشيء وطالب بحقنا. لا أمريكا ولا إيران ولا نقبل أي تدخل لأي أحد. إحنا كل اللي طالع هو طالع عراقي، إحنا عراقية، واللي يصرخ يصرخ نعم نعم للعراق. طالعين بكل حب، يعني هذا المنظر نقول عليه المفرح المبكي. أنا فرحان وبنفس الوقت يعني ما أعرف يعني هواي مشاعر ممكن إن تقول. يعني بصراحة هيج فرحة وهيج شباب وهيج خروج. أنا وأتمنى كل النساء اللي طلعت وأريد بعد حضور أكثر وأكثر. هذا هو موقف الديوانية وهاي هي ناس الديوانية. يعني اليوم هو اليوم يعني 10/1 مو بس نعتبره ولادة للثورة، وإنما تجديد لعهدنا للثورة كلها. طالعين نندد بالبرلمان، ما نريد يعني حكومة تغيير كامل، ونريد من هذه يعني الشباب اللي طالعة فعلا من كل قلبها قاعد تشوف شلون فرحانة ومحبة، ونريد التغيير الشامل. لا نقبل بالتسكين والتركيد، لا 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 نهائيا، يعني رايدين عراق جديد. ما يعلى صوت.
مهرجان شعب الديوانية، هاي الناس الطيبة، الناس اللي تستاهل كل خير، والناس اللي تستاهل حياة رفاهية وحياة تعيشها بكرامة. شعب الديوانية مثل شعب كل العراقيين، هذه المحافظات اللي جاي تتظاهر واللي جاي تعطي تضحيات واللي جاي تسهر واللي جاي بهاي الجو البارد الجو المطر، بس يبقى العراقيين صامدين ويبقون هاي المظاهرات للنهاية إلى أن يحققون النصر اللي يردوه، ونفس هذا اليوم إن شاء الله نطلع ننتصر بالفرحة الكبيرة إن شاء الله لكل العراقيين. هاي الحضور راح يكبت كل محاولات تحاول تفشل هاي المظاهرات. هاي العراقيين أذكياء، هذا الجيل اللي صعد جيل الإنترنت جيل ذكي ويعرف عدوه من صديقه، وما نقبل بأي عدو سواء خارجي أو داخلي. الناس تفتهم وناس وعت وناس تطورت وناس تعرف قامت الصح من الغلط، ما نقبل بأي شخص أيا كان يفشل هاي المظاهرات لأن بديناها وإن شاء الله نستمر بيها. هاي الأيام يعني لازم نثبت حضورنا، نثبت حضورنا، لازم نثبت حضورنا سواء 10 يوم أي يوم يتحدد العراقيين يطلعون أكثر وأكثر. والله هي لأن يعني شلون مثلا يعني واحد الزامن ويا الثاني، انه للكل اتفقوا والكل قلب واحد والكل صوت واحد، فكثر هذا العدد بمجرد تاريخ ولا اكثر ولا اقل. هم مستمرين العراقيين كل يوم كل يوم 10 واحد كل يوم. بالنسبة للسياسي يعني قاعد يطلعون على قناة على الفضائيات في هاي، يقولون الشعب العراقي موالي للدولة الإيرانية،
فهذا غلط. الشعب العراقي موالي للأرض وللعلم العراقي، وردا على الأحزاب هاي المظاهرات المليونية، نقول لهم احنا عازمين على تغييركم. كفى قتل، كفى دماء، لازم انتم تستجيبون الى الشعب العراقي. هيهات تفشل هاي المظاهرات لان اعطينا دماء، هي تراجع فهو خيانه للدماء الشعب العراقي، للدماء للشهداء. فهاي ما تراجع ان شاء الله، لان هاي خيانه للدماء والشهداء اللي ضحوا من اجل هذه التظاهرات والوطن. مكمل طبعا مستمرين، لان هي ما توقفت، مستمره هاي الكوادر والساحه موجوده بها التظاهرات، مستمره ما توقفت ولا يوم. ردا على البرلمانيين العراقيين والسياسيين الايرانيين يقولون الشعب العراقي موالي للحكومه الايرانيه، نحن موالين بس فقط الى وطننا وللعلم العراقي. وين بقى التهديد اللي فيك يا سيد؟ وين بقى التهديد؟ توكلنا على الله وببركة دماء الشهداء. نحن اليوم خرجنا لنؤكد لكم مرة أخرى لكل الأحزاب الحاكمة الظالمة لهذا الشعب الجريح، كما نؤكد في هذه التظاهرات على إصرارنا في مطالبنا العامة والخاصة وكل ما يشمل هذا العراق العظيم. خرجنا بهذه الجموع الغفيرة لنؤكد وجودنا ونؤكد حقيقتنا في هذه المطالب، كما نؤكد على إصرارنا على إخراج النظام من العراق تماما، وكذلك استياءنا وامتعاضنا واستنكارنا من كل التدخلات الخارجية. خرجنا بهذه القوة كي نثبت الوجود، كي نثبت للعالم على أننا يد واحدة. نكرر اعتصاماتنا ومصممون ومصرون وملتزمون في كل ما يبتغيه العراق، بيد واحدة وصوت واحد يعتلي النشيد الله أكبر عراق واحد. من قتل المتظاهر هو الطرف الثالث المعروف، ولكن لا أحد يتكلم حول الطرف الثالث، لأن الطرف الثالث هو يمتلك زمام الأمور ويمتلك النظام والسلاح ويمتلك النقود، وكذلك هو مدعوم من الخارج. هاي الصراعات مع امريكا والعراق مع وايران ما لنا شغله بها، احنا علينا ببلدنا ووطننا، نريد حكومه صالحه ونغير راي الحكومه كلها نغيرها. هاي هي مطالبنا، قلع شلع للحكومه. مطالبنا هاي مطالبنا، ما نريدها هاي الحكومه ابد. ان شاء الله مظاهرات سلميه واحنا ما نخلي الحكومه هاي، ان شاء الله. ما نريد لا ايران ولا امريكا تطب الموضوع، نريد عراق موحد. هاي هي
خرجت اليوم جماهير الديوانية للتأكيد على تظاهراتها السلمية، وبعض السياسيين سووا مظاهرات ومطالبهم حقوقهم بقضية سليمان وتدخل القوات الأمريكية والإيرانية بالعراق. فإحنا طلعنا اليوم مع 10-1 حتى للتأكيد، معاكسة الواحد عشرة، عرفت؟ وإحنا اليوم شنو نهضنا بهاي المطالب والإصلاحات، نريد نعيدها مرة ثانية نكررها. خاف السياسيين نسوا مطالبنا، نريد نأكدهم حتى هاي الأحزاب كلها شلع قلع كلها مرتها، ونمنع تدخل الأجنبي بداخل العراق سواء أمريكا أو إيران أو بقية التحالف وقوات التحالف، ونأكد على سلميتنا وتظاهراتنا مرة أخرى. وطلعنا بهاي الجماهير الغفيرة اليوم لأهالي الديوانية ملايين حتى للتأكيد عن شنو، حتى ما تسوى في المطالب، مطالبنا مرة ثانية ما تسوى، ونأكد ونطالب بهذا اليوم على التأكيد واختيار رئيس وزراء نزيه من خارج الكتل السياسية ومستقل، نكمل ثورة تشرين ونأكد بهذا أن مطالب ومتطالب وحقوق ودماء الشهداء ما تضيع. وإحنا اليوم طلعنا حتى نأكد سلميتنا وتظاهراتنا بهذا اليوم حتى شنو، حتى دم الشهداء ما يضيع، حتى ما يقول الشهداء دمنا راح تهدر وما أخذت بثارنا. وإحنا مضربين حتى على الدوام، لأن ماكو مستقبل بظل هاي الظروف التعبانة وهاي السياسيين الولاهم مو للعراق وضد العراق وضد المطالب. واليوم أكدوا اليوم الأحزاب والتبعية ما أدري شنو على أبو شنو هذول ويا أمريكا وينفذون مطالب الأمريكان وما أدري شنو، هاي سوالف يعني أقول أتمنى خلي يبعدونها، لأن هاي مطالب ومال فقراء. الرحمة والخلود على أرواح شهدائنا والشفاء إن شاء الله لكل جرحانا. اليوم طلعنا يوم 10-1 تجديداً وتقويةً ودعم للمظاهرات، وإن شاء الله يا ربي منتصرين وزيل هذه الغمة عن هذه الأمة بوجود هاي الأبطال وهاي الشباب. وإن شاء الله أنا عندي فتشي بسيط لهاي الطفلة، هاي أصغر متظاهرة تقريباً طالعة وياي، هي بنيتي، أنا عندي ناشر لها مقطع فيديو هسه راح أسمعكم إن شاء الله إيش راح تقول. علي صوتك حيل إيش تردين؟ أليد؟ شنو؟ ها؟ يلا قول كلكم؟ كلكم؟ ايه؟ حرامية. كلهم حرامية؟ يلا قول أريد؟ يلا احكي. أريد وطن. أريد وطن؟ ايه. يلا قول كلكم؟ كلكم؟ ايه؟ حرامية. حرامية؟ هذا أصغر متظاهرة، يقول أريد وطن وكلكم حرامية. والعاقل يفتهم إن شاء الله، ويا رب إن شاء الله منتصرين وبأقرب وقت، ويخلونا رئيس وزراء مؤقت يعبرنا هذه الفترة، فترة الست أشهر. وانتخابات ان شاء الله قادمه، ويا رب ويا رب ان شاء الله يجينا شريف يعوضنا عن كل هاي المعاناه وكل هاي الاحداث اللي صارت، وان شاء الله الديوانيه تزدهر ويمر علينا واقع اجمل من الواقع اللي عشناه، لان احنا شباب عشنا واقع مر، واقع مأساوي. نريد يجي واحد يعوض هاي الشباب، لا خدمات، لا بنى تحتيه، لا سياده للوطن ما عندنا، ابسط الاشياء سياده للوطن ما عندنا. احنا حاليا شعب مسلوب الإرادة، مسلوب السيادة، متدخل من جميع الأطراف سواء كانت إقليمية أو خارجية. أمريكا تلعب دورها، إيران تلعب دورها، وإحنا ظالين الضحية بين أمريكا وبين إيران. ويا ربي إن شاء الله الأيام الجاية خير. الدعوة حزب الدعوة تكلت غادور تكلت غادور تكلت أشرار قتلة أحرار باطل، قتلة كاذبون باطل، قتلة صارتون باطل، قتلة البيضاء باطل، قتلة البيضاء باطل. اليوم تعود المظاهرات بقوتها من جديد،
لنظهر للعالم أجمع أن سلاحنا هو المظاهرات وقوتنا بوحدتنا. المطلب الرئيسي هو بناء عراق مستقل بعيد عن التدخلات الدولية والإقليمية، وأن يحكمه أبناؤه عن طريق صناديق الاقتراع والانتخابات النزيهة، وأن تكون ثروة البلد للبلد والكلمة الأولى للعراق وليس للتدخلات الإقليمية أو الخارجية. لذلك على جميع العراقيين التوحد لبناء وطن قوي خالي من التدخلات الخارجية والإقليمية، وأن يكون العراق هو البلد الذي يعود كما كان أجنحة الوطن العربي، لأن العراق هو أيدي وأقدام الوطن العربي، وبدون العراق تنتهي الأمة جميعا. وعليه يجب على العراقيين التوحد لجعل العراق سيد نفسه، وعليه يجب أن يكون الدم العراقي محرم بجميع أنواعه في سوح القتال وفي ساحات الاعتصام، وعلى جميع الفاسدين أن يعلموا أن الشعب قال كلمته، لا سلطة إلا للشعب. خرجت الجماهير هذا اليوم وهي تعلن بصوت واحد موحد، تعلن انه تلبية لنداء العراق. نعم، انه العراق العظيم، لا امريكا ولا ايران ولا اي دولة مجاورة، انه صوت الحق، صوت العراق الواحد الذي لا يعلو فوقه صوت. تلبية لنداء العراق خرجنا، وتنديدا باي عدوان على ارضنا المقدسة سنبقى عراقيين اليوم وغدا وبعد شهر وبعد سنة. فلا صوت يعلو صوت الحق، انه صوت العراق، والله أكبر. هذا اليوم هو مكملاً لثورة تشرين. نعم، عندما قالت بعض الأصوات النشاز إن الثورة قد خفتت وإن الناس بدأوا يملوا، لن نمل ولن نكل إلا أن تخرج الأحزاب الفاسدة من أرض العراق وتكون هناك حكومة وطنية ديمقراطية تعبر عن صوت العراق فقط ولا صوت غير صوت العراق. اليوم ساحة الديوانية أثبتت للعالم أجمع، لا بل للعراق وللعالم أجمع وللمجتمع، أنها ساحة الأحرار وساحة الثوار، وهم يراهنون على كل التحديات وماضون برحلتهم السلمية التي باتت هي شوكة في عيون الطغاة والمتآمرين والأحزاب الفاسدة وسراق المال. واليوم أثبتوا للعالم أجمع أنهم أحرار وولائهم للعراق، واليوم خرجوا بهذا الكرنفال الكبير اندل إنما يدل على حبهم وولائهم وقضيتهم ومبدأهم وتوجههم للعراق ولمحاربة الفساد، وليكونوا صداً منيعاً ضد عتاة الزمان وقالوا كلا وألف كلا لمن سرقوا قوت الشعب، وكلا لحيتان الفساد، وكلا لمن أراد النيل من عراقنا. اليوم أثبتوا بالدليل القاطع أنهم عائدون وبقوة وماضون. صراحة طلعنا اليوم لأن ما شفنا أي يعني
أي جواب من الجهات المعنية بذلك. طلعنا اليوم حتى نجدد مطالبنا، مطالب المتظاهرين. أغلب السياسات اللي موجودة بالبلاد جاي تدخل بأمور ما تعنيها أصلاً، جاي تدخل بأمور وتريد تدخل بحرب أصلاً مو يمنا بين إيراننا أو أمريكا، تريد تخلي العراق هو مجرد ساحة حرب لا أكثر. إحنا اليوم طلعنا حتى نجدد مطالبنا، مطالب المظاهرات اللي هي جداً بسيطة. مطلب المظاهرات الوحيد اللي هو قانون الانتخابات وجعل رئيس وزراء مرشح لنا يمثل العراق كاملا، منتخب من قبل العراق، من قبل شعب العراق، مرشح ما حصل على أي جنسية، مرشح كفوء بهاي الانتخابات. حيو طلعنا عنا يوم 10/1 اللي هي اليوم تاريخ متوارد وي تاريخ 1/10 انه ولا طلعنا على مود بقاء امريكا، ونبقى احنا هنا معتصمين على شنو؟ على متحقق المطالب، قانون انتخابات، اريد رئيس وزراء مختار من الشعب، لا اريد واحد يجيبه من عندهم، لا عيداني لا غيره، اي كتله او اي حزب يرشح له رئيس وزراء مرفوض. اريد احنا من الشعب، مقبول كل من الشعب، مقبول من الناصريه، مقبول من البصره، مقبول من الكوت، مقبول من كل محافظة عراقيه. ما يجيني استفتاء واحد يطلع لي صاعده انه يقول انا اريد هذا واحد ما عنده جنسيه، هذا عنده جنسيه. انت ما دام واحد تجيب لي واحد من عندك حال حال البقيه، كلهم واحد، هم كلهم مجرد لعمله واحد، على شنو انت جايب لي؟ خلي واحد يختار الشعب، خلي احنا حتى مثل ما تقول اسمه ياخذ العذر مالتنا، من واحد يخليه من عندنا راح يرجع علينا، احنا نتحمل. فخلي احنا نختار هو يسوي لنا شغل. ترى هي شهداء معروفه من قتلهم، مو اجي انا اقول لك، الدوله هي تعرف، ولا انا جاي اقول لك يعني معروفين من طلع قمع المتظاهرين ومن اللي قتل ومن اللي يعني كلها معروفه. ترى هي جهه واحده، لا تقول لي طرف ثالث ولا تقول لي شيء، احزاب موجوده. اذا احكي لك بالاسماء احكي لك بالاسماء، لا اخاف ولا لي شغله احد. انا هي ليش يدخلون العراق بها؟ هي صراعات ايرانيه امريكيه صار لها 40 سنه، ترى هي بيناتهم خليها، بس هي العتب عليهم على الذيول اللي بالعراق لهم جاي يوجونهم. شو علينا بهم؟ هي ايران ولا امريكا بيناتهم؟ خليها صراعات بيناتهم. هذه قواعدها بغير دول عندهم قواعد بصفهم اقوى لهم من قواعد عين الاسد ولا قواعد ذن البابي. ما لها شغل صراعات امريكيه ايرانيه، فرض عقوبات ما فرض عقوبات، شو علينا بها؟ يعني من يمسون سياده العراق؟ مس سياده العراق بسبب من؟ مسوهم اللي ايران ولا امريكا؟ بسبب ما عندنا لا رئيس وزراء وحقهم. هسه انت صار لك 100 يوم رئيس وزراء ما مشكل، يقول لك كل سياده ما عندك، لا محترمين شعب ولا محترمين حكومه، يقول لك انا اضرب ما اضرب وانا قاعد ما حد يجي يلومني. فهم يعني السياده ما طول سياده بالعراق ماكو؟ نهو لا، يقول لك قصفتنا هالسياده ولا شيء، هم اللي نهوا السياده بالعراق ترى من البدايه حكومتنا اللي ما خلت اي سياده للعراق بسبب بغيهم وايد ظلم. اليوم خرجت هاي التظاهرات السلمية بهذا اليوم المبارك يوم الجمعة اللي حقيقة حصلت حشد تضامنا مع التصعيد الدولي ضد المظاهرات وضد الانتهاكات اللي حصلت بالعراق من دول الجوار. وكانت اليوم التظاهرات سلمية 100% وتأيد جميع الأخوة المتظاهرين. إن شاء الله ما تفشل هذه المظاهرات بالحقوق الطيبة وحضور الجماهيري الغفير من أبناء المدينة، من مدينة الديوانية. هي طبعا معروفة يعني المطالب أنه تشكيل حكومة جديدة، رئيس وزراء، انتخابات، تعجيل بالانتخابات واختار رئيس وزراء. هي المطالب مو بس خاصة بالديوانية، بالعراق كلها هي المطالب موحدة ومركزية. اليوم اهل الديوانيه طلعون بهذا اليوم العظيم اللي هو 10/1، لان طلعنا احنا ب 1/10 كنا نريد وطن. اليوم اهل الديوانيه
أخذت بمنظور آخر، طلعت بعشرة واحد لأن الوطن يحتاج لها. هذا اليوم هو إحنا الوطن يحتاجنا، فاليوم طلعنا نبي نداء الوطن. اليوم إحنا طلعنا على مود نكرر ونعود على نفس مطالب الشارع اللي هي بدت واضحة لكل الناس وكل العالم، ما هي المطالب الشرعية اللي يريدونها المظاهرين. فمن هذا المكان أنا أحيي أهل الديوانية على هذا التجمهر الرائع وهذه الأيام الحلوة والجميلة، وإن شاء الله نصر إن شاء الله. ذولا إن شاء الله إحنا أكو شبابنا لهم أعين بالمرصاد لها الناس اللي يحاولون يزرعون فتنة وبلبلة مطالب وثقوف المتظاهرين. إن شاء الله نقلهم لكم يوم وإن شاء الله نوقف من حدهم إن شاء الله إن شاء الله. هذا صراع أزلي وإقليمي، بس المشكلة وضع العراق اللي وضع العراق في الوقت الحاضر مهد لهذا الصراع، وإلا في سابق السنوات ما كان يعني ضعف بالحكومة العراقية. والصراع الإيراني الأمريكي إن شاء الله إلى حد، وإن شاء الله بتضافر الجماهير بتضافر القوة إن شاء الله يوصل النهاية سعيدة للشعب العراقي. خرجت هاي الجموع الغفيرة مثل ما تلاحظوها اليوم، وبالذات هذه الجمعة بسبب انتهاك سيادة العراق ولأكثر من مرة وأكثر من دولة. وإحنا بصراحة نشوف أن السبب والوضع اللي وصلنا إليه بسبب هاي الأحزاب الفاسدة اللي جاي تحكم البلد بسبب سياستها المتهورة وحبها لمصالحها الشخصية. إحنا مستمرين في تظاهراتنا إن شاء الله لحين تحقيق المطالب. وللأسف العراق هذه الدولة الكبيرة، الدولة لها وزنها بالوسط العربي أو العالمي، أن يصبح بهذا الوضع وهاي الظروف. وأنا أكد بسبب سياسة هاي الأحزاب اللي تفضل مصالحها على مصالح الشعب. ومثل ما قلت لك أن نشوف الوعي الوطني أكبر من الوعي السياسي والأحزاب اللي جاي تحكمنا، والدليل هاي الجمعة اللي جاي يشوف بعينك الناس خرجت بأكملها. طبعاً حفاظاً قلت لك المطلب الأساس هو حسوا أن سيادة العراق انمست، وأن الناس اللي تحكمنا ما نحس بها حريصين على هذا البلد. طبعاً مظاهراتنا السلمية مستمرة، احنا متظاهرين سلميين، ودعواتنا اللي سابقة اللي هي تدعو إلى ديمومة المظاهرات، نحن لم نخرج استجابة لطلب قيادة أو حزب، نحن متظاهرين سلميين خرجنا، لدينا مطالب مشروعة، مطالبنا واضحة. يعني نتيجة حكم الأحزاب بسنين طوال، نتيجة ما عانيناه من حكم الأحزاب، نستمر بالتظاهرات حتى تحقيق مطالبنا المشروعة. مطالبنا معروفة، ما داعي نعيد ونكرر، احنا يوميا مطالبنا واضحة جدا. نحن ضد التدخلات الخارجية ولا نسمح بخرق السيادة العراقية، نحن ولاءنا للعراق فقط، ولا نسمح ولا يمكن أن نكون مع جنب على حساب الوطن. المتظاهرين واعين، يعني أصبح الآن الشارع العراقي واعي جدا، يدعو لنبذ العنف، يدعو إلى الوحدة، يدعو إلى السلام. نحن ضد الأحزاب التي خلفت ما خلفت من دبار للبلد، نحن متوحدين، المتظاهرين جميعهم متوحدين، والنصر قادم بإذن الله. الزخم الجماهيري والثورة والانتفاضة للمتظاهرين تغيظ بعض الأحزاب، تحاول أن تأثر إلكترونيا، تحاول أن تزيج بجيوشها اتجاه المتظاهرين، لكن المتظاهرين متماسكين بسلميتهم. ودعنا دائما دعواتنا في التظاهرات وفي التواصل الاجتماعي ندعو في الى السلميه. اكيد يعني خساره الاحزاب خساره كبيره، ان شاء الله النصر قادم.